اخترنا المكان هي محتاجه تغطيه اعلاميه وده احنا هنعمل من الروتر اكت والانتر اكت ان احنا هننزل بايدينا نلم الحاجات دي اللي في النيل والمراكب وكده محتاجين تغطيه اعلاميه ليها لان ده هيتعمل فالحاجات دي اللي احنا هنلمها بس كانت بتدي للسماء وبتدي الطيور لما بتروح وتاكلها. بعيدا عن الديجيتال كوميرشال التسويق للانشطه والخدمات والقرارات والقوانين وخطوات الحكومه نفسها والمؤسسات اللي زي الروتري وغيره والكلام ده اهم من اللي بتعمل. يعني انا محتاج كمواطن اعرف انت بتعملوا ايه تمام؟ فبالتالي التسويق الاعلامي ده كلمه مش هي على الاطلاق. اذا كنتم بحاجه لورشه تعمل ده اقول تدريب انا اقل من الضرر. لا لا يعني هم اساتذه ده شرف ليا شرف ليا وكابتن المنتصر نتواصل شرف ليا علشان نعرف عشان نعرف كيف نتواصل. اصل هي هو الاعلام هو مثلا كوميونيكيشن تواصل جماعي بدل ما نتواصل انا واسامه اثنين هو تواصل جماعي. فبالتالي التواصل الجماعي او الاتصال الجماعي له عين لان مفيش حاجه اغلى في الحياه كلها ان ترسم بسمه على وجه انسان كان في ذهنه. You are a